نعم بالضبط هذا ما حدث. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وسكتوا. هؤلاء هم من نقلوا هذا الإجماع بشأن كروية الأرض. السلام عليكم ورحمة الله أخوان، حياكم الله في هذه الحلقة الجديدة، إن شاء الله تنال إعجابكم وتجدون فيها ما يستحق. الحقيقة لم أبالغ عندما قلت أنهم نقلوا فقط كلمة الكروية وسكتوا، هم فعلوا ذلك وأكثر، وسيتبين لكم بعد قليل. كأن من نقل هذا القول بالكروية فقط بحث في كل الكتب ليجد كلمة كروية، فأخذها ورمى البقية الباقية من شرح ووصف للسماء والكواكب والكون وكل تلك الشروحات، تركوها جانبا وأغفلوا أعينهم عنها. لكن لنبحث في الكتب القديمة. يقول أبو الريحان البيروني: ما الكرة؟ هي جسم مستدير يحيط به سطح واحد غير مستقيم، في داخله نقطة هي مركزها، فكل الخطوط المستقيمة الخارجة من تلك النقطة اللي هي المركز إلى القطب تكون متساوية. هذا هو تعريف الكرة عندهم، هي جسم مستدير يحيط به سطح واحد غير مستقيم، في داخله نقطة هي مركزها، فكل الخطوط الخارجة من تلك النقطة إلى سطح المحيط متساوية. سطح واحد، دائرة لها سطح واحد، هذا هو معنى الكرة عند العرب. أما الكرة المتعارف عليها فهي ليس لها سطح واحد، بل لها عدة أسطح، هذا هو الفرق. يقول البيروني: الأرض في الوسط، والوسط هو السفل بالحقيقة، يعني أنها هي المركز. فيقول البيروني: الأرض مدورة بالكلية ومضرسة بالجزوء من جهة الجبال البارزة والوحدات الغائرة، ولا يخرجها ذلك من الكرية إذا وقع الحس منها على الجملة، لأن مقادير الجبال وإن شمخت صغيرة بالقياس إلى كل الأرض. ألا ترى أن الكرة التي قطرها ذراع أو ذراعان إذا تنى منها كالجاوروسات وغار فيها كأمثالها لم يمنع ذلك عن إحكام المدورة عليها بالتقريب. يقول لك يعني أن الأرض دائرية، حتى وإن رأيت هذه البروزات من جبال وارتفاعات لا يمنع الحكم عليها بأنها دائرية بالتقريب. ثم يقول: ولولا هذا التضريس لأحاط بها الماء من جميع الجهات ولغمرها حتى لم يكن يذكر منها شيء، فإن الماء إن شارك الأرض في الثقل في الهواء نحو السفل فإنما بينهما في ذلك تفاضل، نعم واحد أثقل من الثاني، تفاضلا يخف به الماء بالإضافة إلى الأرض، ولهذا ترسب الأرض في الماء وتنزل الكدورة إلى القرار، وأما الماء فإنه لا يعرض في نفس الأرض وإنما يسبح فيما تخلل منها، يعني لا ليس له ثقل على الأرض إنما يسبح فيما تخلل فيها. نأخذ بعض أقوال العلماء كشيخ الإسلام بن تيمية نستدل على ما توصلنا إليه بشأن معنى كروية. فماذا يقول؟ فيقول: التكوير هو التدوير، ومنه قيل كار العمامة وكورها إذا أدارها، ومنه قيل الكرة كرة وهي الجسم المستدير، ولهذا يقال للأفلاك كروية. بالضبط، الأفلاك كروية ذات سطح واحد لها جهتان فقط، علو وسفل. التكوير هو التدوير، بمعنى كرة تعني عند العرب قديما الدائرة أو المستديرة. هنا نرى كيف يصف الرازي الأرض
فوصفها كالجزيرة البارزة في عرض محيط أو في عرض البحر، وهي دائرية لا تعني هل هي كرة؟ لا، إنما بالشكل الدائري. كثيرا من المقالات التي تتكلم عن كروية الأرض ويستشهدون بالعلماء، لا أريد أن أحدد أسماء، ولكن اكتب كروية في كروية الأرض في البحث جوجل وستظهر لك تلك المقالات، تلك المقالات التي تتحدث عن كروية الأرض وكيف يستشهدون بها وبالإجماع فيها. فكل تلك المقالات الشيء الوحيد الصحيح فيها هو نقل كلمة كروية فقط بالتحديد، بمعنى أنه تم انتقاء الكلمات المناسبة لما يريدون إثباته، خاصة الرجلان الذين تنازعا في كيفية السماء والأرض، هل هما جسمان كرويان أم لا؟ صدعون بهذا. لاحظوا معي يا أخوان، عندما سئل هذا السؤال ماذا كانت إجابته تحديدا؟ فأجاب السماوات مستديرة، يتكلم هنا عن السماوات فقط، ما لا دخل للأرض، وكل هذا الشرح والإجماعات على السماوات فقط. وحكى الإجماع على ذلك الإمام أبو محمد بن حزم وأبو الفرج الجوزي، وروى العلماء ذلك بالأسانيد، كلها تتكلم عن دائرية السماء أو الأفلاك فقط. يرون تلك المقالة إلا من لا يؤبه له من الجهال، يكررونها على أسماعنا كي نقتنع فلا نصبح من أولئك الجهال. أتشاهدون وتقرأون تلك المقالة التي كتبها ابن تيمية بنفسه؟ فقد اتفق أهل التفسير واللغة على أن الفلك هو المستدير. لا زال الشرح كله عن السماء، لم يأتي دور الأرض حتى الآن. لذلك أجمعوا على أن السماوات مستديرة هنا، ويستدل بحركة الليل والنهار والقمر، الشمس والقمر في السماء، الحركة الدائرية، فلكة كفلكة المغزل، كل هذا الحديث عن السماوات. ولاحظ هنا وكل تلك الحركة التي ذكرها ابن تيمية عن السماوات فقط، فلم يأتي طاري للأرض إلى حد الآن إلا في السؤال الذي يليه. نلاحظ هنا في الرد على هذا السؤال، انتهى الحديث عند الحديث عن السماوات فقط ولم يأتي طاري للأرض، لكن سنكمل في السؤال الثاني الذي طرح عليه، وهو هذا عن خلق السماوات والأرض وتركيب النيرين والكواكب، هل هي مثبتة في الأفلاك أو الأفلاك تتحرك بها؟ لا، سنلاحظ كيف يبدأ جوابه. نلاحظ هنا، فأجاب الحمد لله، هذه المسائل تحتاج إلى بسط كثير لا تحتمل هذه الورقة، والسائل عن هذه المسائل يحتاج إلى معرفة علوم متعددة ليجاب بالأجوبة الشافية. لا أتكلم عن الأفلاك، وقوله أن القمر في السماوات، الشمس والقمر في السماوات، سنلاحظ أنه سيتحدث عن السماوات كثيرا، لأن الحركات كلها في السماوات، الأرض ثابتة لا تتحرك، فماذا سيقول عنها غير أنها مبسوطة؟ سبحان الله. هنا يتحدث عن قوله تعالى كلهم في فلك يسبحون، أنها تتناول الليل والنهار والشمس والقمر فقط، الأرض ليست داخلة معهم. وهنا يتكلم عن السماوات، كثيرا من الناس يخلطون بخصوص السماء الدنيا، السماء الدنيا تبدأ من السماء السابعة
ونازل. كلام ابن تيمية عن الشمس والقمر أنها لا تنتقل من سماء إلى سماء، ذلك لا تنزل تحت الأرض ولا خلف الأرض، من يظن ذلك فقد أخطأ. لا إله إلا الله. وهنا جاء دور الأرض فيقول: والله خلق سبع أراضين بعضها فوق بعض، كما ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم شبرا طوق به سبع أراضين. فيقول عنها: والأرض يحيط الماء بأكثرها، والهواء يحيط بالماء والأرض معا، والله تعالى بسط الأرض للأنام. هذا كل ما قاله عن الأرض أنها مبسوطة للأنام. وفي الرسالة العرشية يقول ابن تيمية: فالمحيط هو العلو، والمركز هو السفل أي الأرض، مع أن وجه الأرض التي وضعها الله للأنام وأرساها بالجبال هو الذي عليه الناس والبهائم والشجر والنبات والجبال والأنهار الجارية. فأما الناحية الأخرى من الأرض فالبحر محيط بها، وليس هناك شيء من الآدميين، ولو قدر أن هناك أحد لكان على ظهر الأرض وليس تحت الأرض كما تظنون في الكروية. هذا كله تركته وتمسكت بكلمة كرة. جد كثير من هذا، وتركوا شرح الشمس وحركتها الدائرية وحدوث الفصول الأربعة بسبب ارتفاع وهبوط الشمس، هذا كله ترك لأن كله يناقض ما يقوله هؤلاء من علماء ناسا الدهريين، يناقض. ركزوا على العناوين الفهارس، تجدها كلها تناقض ما يقوله ويجمعون عليه بأنها كروية. نعم هي كروية دائرية لا تشبه كرة ناسا أو الكرة المعنى الحالي مفهومكم الآن للأرض. فاتقوا الله وأعيدوا النظر، افهموا نظرية الأرض المسطحة، ستفهمون كتب الفقهاء كلهم، حتى كتاب ابن حزم الذين يستشهدون به أخذوا فقط مطلب بيان كروية الأرض، هذا العنوان فقط أخذوه وركضوا به، وتركوا شرحه للشمس والكواكب الكسوفات التي تحدث بسبب الدراري، ويقصد بها الكواكب، فيقال الكوكب الدري معنى الكواكب. يقول ابن حزم: قال الله تعالى: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وهذا أوضح بيان في تكوير بعضها على بعض، أي الليل والنهار، وليس الأرض، مأخوذ من كور العمامة أي بالحركة الدائرية. يتكلم الآن عن الحركة وتكوير الأرض، بما أن الحركة دائرية فالشمس مسخرة للأرض، الليل والنهار مسخران للأرض بحركتهم الدائرية، نستدل أن الأرض دائرية لأنه يفترض أن الشمس الليل والنهار والشمس والقمر يغطون الأرض كامل الأرض. والله أعلم. هناك قراء كثيرة على ذلك. لاحظوا هنا ماذا يقول: صفحة الأرض التي لسنا عليها، يقصد أن الأرض كالصفحة أعلى وأسفل، الناس جميع الناس في الأعلى ولا يوجد أحد تحت كأستراليا، كما نلاحظ في هذا الرسم. هذا ما يعني بالضبط أن الناس جميعها والمخلوقات تعيش فوق سطح الأرض ولا يوجد تحت إلا الماء. واحد، قال الله عز وجل: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. سورة فاطر الآية 41. قال ابن مسعود: كفى بها زوالا أن تدور. وهذا الكلام مذكور في كتاب جامع البيان لابن جرير الجزء 22 الصفحة 145، وكتاب المحرر الوجيز الصفحة أو الجزء الرابع الصفحة 442. إذن هنا سيدنا عبد الله بن مسعود ينفي دوران السماء والأرض. وقال ابن كثير في تفسيره:
الجزء الثالث الصفحة 562، أي أن تضطرب عن أماكنهما. هنا نخلص إلى معنى الكروية بالشكل الذي كان يقصده العلماء. لا يمكن أن يكون ذلك كرة نهائيا، لأن جميع الصفات والوصف للأفلاك والسماوات وجريان الشمس والقمر كلها شروحات تطابق أرض مسطحة ولا تنطبق على أرض كروية نهائيا، ولن تفهم كتبهم ما دام هذا الفكر الكروي في رؤوسكم. ثقوا من هذا. أسوأ التقديرات لا تعني تلك الشروحات لهم لا من قريب ولا من بعيد أرض الفلاسفة وأرض ناسا التي يشرحونها الآن والتي تقود الناس إلى الإلحاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هو ابن القيم يقول: تأملت العالم وجدته كالبيت المبني المعد فيه جميع آلاته ومصالحه وكل ما يحتاج إليه، فالسماء سقفه المرفوع عليه والأرض مهادة وبساطة وفراشا مستقرة بالناس. كلام واضح وبين لا ينطبق على كروية، فتأمل الباقي. أرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. الحق أحق يتبع لذاته، لأنه حق، لا أن فلانا قال به أو علان، وإلا لضاع ذلك الحق عند فلان وعلان. نعمل بعض المقارنات بما اتهمنا به بخصوص مخالفتنا لجماعات المسلمين، فننظر بين أقوال العلماء المسلمين وبين أقوال علماء الفلاسفة. الأرض ثابتة ومستقرة وقرارة، بينما عند علماء الفلاسفة تطير كحبة الغبار، لا قرار لها ولا اتجاه. فأي الفريقين خالف أقوال علماء المسلمين وآمن بما تقول علماء الفلاسفة من الدهرية ومن علماء ناسا؟ أي الفريقين بالله عليكم؟ فالأرض عند الفلاسفة لا اتجاه لها ولا لها علو ولا سفل، فأنكروا العلو لله سبحانه وأن السفل هو أسفل سافلين، لذلك قال تعالى: فرددناه أسفل سافلين، أي من قاع الأرض إلى قعرها إلى باطنها، سبحان الله. لذلك من يؤمن بكروية الأرض وما تدعيه ناسا حاليا حاملة راية كروية الأرض، فقد خالف جميع ما قاله علماء المسلمين، وليس ذلك فحسب بل أكثر، وأنتم تعلمون.
لا يجب النظر إلى كروية الأرض فقط إلى سطحها، بل ننظر إلى نظامها الكامل، السيستم كامل وكيف يعمل. فإن خالف شيء من أقوال أو ما جاء في القرآن والسنة فاضربوا بها عرض الحائط ولا تبالوا، فهو حتما ليس علم بل شيء علم مزور، لأن العلم الحقيقي لا يخالف القرآن في شيء بل يصدقه. اتهمونا بتفسير القرآن والتلاعب به بآياته، ونحن لا نفسر شيء في الحقيقة، نحن نقول بالضبط وإلى الأرض كيف سبطحت بدون تفسير بدون تأويل. أنتم من يؤول ويفسر ويضع التحويلات حتى يجعلها كرة. سبحان الله، وكأن الله عندما أنزل القرآن وتعهد بحفظه تركه لنا هكذا، بل أنزل معه ما كيفية التعامل مع هذه الآيات. وأنصح الجميع أن لا يتعاملوا مع آيات القرآن كتعاملهم مع القصص والمجلات، ويحلل ويفسر كيفما شاء، فالتفسير له أصوله ذكرها ابن كثير. ففي الحديث القرآن نزل على 5 أوجه: حلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال، فأحلوا الحلال وحرموا الحرام وأعملوا بالمحكم وآمنوا بالمتشابه واعتبروا بالأمثال. كان هذا التصميم على أن يكون الموضوع الآيات المحكمات. لماذا التصميم على أن يكون الموضوع المحكمات؟ وقد قرأت أنت الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذا يذكرنا أيضا بالحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، إلى قوله أولو الألباب، الآية التي تلوناها. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله فاحذروهم. هكذا رواه ابن ماجه وروى البخاري: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. إذا القضية أمامنا هي قضية العمل بالمحكمات. إذا القضية أمامنا هي قضية العمل بالمحكمات وهو الأصل. وكما قال الله عز وجل: هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالأصل أن نستمسك وأن نعمل بالمحكم، والمحكم ستراه هو الأصل. العمل بالمحكم هو السبيل للفوز والنجاة، والقرآن الكريم منه آيات محكمات أي بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد، ومنه آيات أخرى فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم. لذلك وجب أن يرد ما اشتبه فيه إلى الواضح منه، ويجب بتحكيم محكمه على المتشابهات منه، ومن عكس فقد انعكس. المحكم في كتاب الله كثير، قد فصل
ولم يفرط في شيء منه، وهو معظم الكتاب وعمود الكتاب والمتشابه الذي يحتمل التأويل ويحتاج إلى التفهم وهو أقله. ولذلك رأينا محمد بن جعفر ابن الزبير يقول: المحكمات هن التي فيهن حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم، والباطل ليس لها تصريف ولا تحريف عما وضعنا عليه. أفلا لم نفسر شيئا حقيقة، الآيات تفسر بعضها بعض بدون أي كلام إضافي نهائيا. لو تقرأ الآيات بالترتيب تجدها أنها تفسر بعضها بعض، وهذا أحد مصادر التفسير الرئيسية. ثم ما جاء في السنة، ثم بعدهم ما جاء عن طريق الصحابة، ويليهم ما ورد عن التابعين الذين قابلوا الصحابة، وآخر طرق التفسير اللغة العربية، التفسير باللغة العربية عندما تستنبط جميع المصادر السابقة. فمن اتهمنا بمخالفة العلماء فأقول لهم أنه لسنا وحدنا إذن هنا، فجميع كتب التفسير المعتمدة لدى أهل السنة والجماعة تقول بذلك. لا أطلب من أحدا أن يصدق ما أقول، فأنا لا أريد أن نكون كما صدقنا بالكروية وما حصل لنا، ولكن أقول له ابحث فيما أقول. بالضبط هذا كل ما أطلبه، لأن مسألة التصديق به من عدمها ليست متروكة لي، فالهداية من الله وحده، وما علي إلا أن أذكرك فقط. وآخر دعواي أن الحمد لله رب العالمين. وجعلنا سراجا وهاجا
لا تستمع قول الضوارب بالحصى والزاجرين الطير بالطيران، فالفرقتان كذوبتان على القضاء وبعلم غيب الله جاهلتان. كذب المهندس والمنجم مثله فهما لعلم الله مدعيان. الأرض عند كليهما كروية وهما بهذا القول مقترنان، والأرض عند أولي النهى لسطيحة بدليل صدق واضح القرآن. والله صيرها فراشا للورى وبنى السماء بأحسن البنيان، والله أخبر أنها مسطوحة وأبان ذلك أيما تبيان. أأحاط بالأرض المحيطة علمهم أم بالجبال الشمخ الأكنان؟ أم يخبرون بطولها وبعرضها أم هل هما في القدر مستويان؟ أم فجروا أنهارها وعيونها ماء به يروى وما العطشان؟ أم أخرجوا أثمارها؟